أهلا ومرحبا بكم أعزائي الدارسين بدبلوم إدارة الأزمات استكمالا لمقرر مادة الأزمات الدولية. أولا، مفهوم الأزمات الدولية. الأزمات الدولية تعتبر نقطة تحول في طبيعة العلاقات على المستوى الدولي بين أطراف مختلفة، حيث ترتفع الصراعات إلى مستوى قد يهدد بتغير طبيعة العلاقات بين بعض الدول. ويمكن القول أيضا أن الأزمات الدولية هي عبارة عن مجموعة أحداث بتظهر بطريقة سريعة متلاحقة، وبتحدث خلل في توازن القوى القائمة في النظام الدولي، مع زيادة احتمال تصعيد الموقف إلى درجة العنف. مناهج تشخيص الأزمات الدولية. هناك مجموعة من المناهج التي تستخدم في تشخيص الأزمات الدولية، ومن أهم هذه المناهج المنهج التاريخي، منهج النظم، المنهج الوصفي التحليلي، المنهج المقارن. أولا، المنهج التاريخي. يفترض هذا المنهج أن أي أزمة من الأزمات لا تنشأ فجأة وليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج تفاعل أسباب وعوامل تمت قبل وقوع الأزمة. ووفقا لهذا المنهج، فإن إدارة الأزمة والتعامل معها يجب أن يبنى أساسا على معرفة كاملة بالماضي التاريخي المتعلق بهذه الأزمة وتطورها التاريخي خلال المدة التي سبقت ظهور الأزمة. فرجوع الأزمة إلى جذورها التاريخية هو المفتاح الأساسي للنجاح في إدارتها ووضع جميع التصورات الخاصة بعلاجها. ويتطلب استخدام المنهج التاريخي لتشخيص أي أزمة أن يتم تقسيم هذه الأزمة إلى مجموعة من المراحل التاريخية، والعمل على توصيف كل مرحلة وتشخيصها عبر التركيز على جميع العناصر والعوامل التي أثرت فيها ونجمت عنها. ثانيا، منهج النظم. وفقا لهذا المنهج، فإن الأزمة هي نظام متكامل بيتكون من مجموعة من العناصر. 1. مدخلات الأزمة، حيث يبدأ تشخيص الأزمة وفقا لمنهج النظم من خلال دراسة وتحليل المدخلات الخاصة بالأزمة. فالفرق المعنية بإدارة الأزمات يجب أن تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بهذه المدخلات، وكذلك تحديد المدخلات الملائمة لأعمال النظام والأنشطة التي تساعد في إدارة الأزمة والتعامل معها. العمليات التشغيلية للأزمة. يقصد بها مجموعة العمليات التشغيلية التي تخلق تفاعلات محددة بين المدخلات بصورة تؤدي إلى تعزيز الأزمة. فالمدخلات وحدها لا يمكن أن تحقق الأزمة وتطورها، إنما العمليات التشغيلية هي المحرك الأساسي الذي يحقق ذلك. 3. مخرجات الأزمة. تتجسد هذه المخرجات فيما نجم عن العمليات التشغيلية للأزمة التي جرت على المدخلات الخاصة بها. هذه المخرجات تكون في صورة نتائج الأزمة وأثرها الملموسة على الجميع، ونتائج وأثار لا يلمسها الجميع بل يدركها أطراف محددة فقط. 4. التغذية العكسية، أو ما يسمى بالنظام الفرعي. لابد من الاعتماد على النظام الفرعي في منهج النظم الذي يوفر البيانات والمعلومات والمعرفة الضرورية بالأزمة، ويشخص مجالات القوة في التعامل مع الأزمة وإدارتها، كما أنه يشخص نقاط الضعف في إدارتها ويساعد في التخلص منها وتحويلها إلى نقاط قوة بقدر الإمكان، كما أنه يحدد ويشخص التهديدات البيئية التي ترافق وقوع الأزمة، ويضع الخطط التي تكفل مواجهتها وعدم تفاقمها. المنهج الوصفي التحليلي.
يقوم هذا المنهج على تشخيص الأزمة كما هي ويحللها ويحلل أسبابها ودوافعها وأثرها وانعكاساتها على الدولة وعلى بيئتها الداخلية والخارجية. أي يقدم وصفا وتحليلا شاملا وكاملا للأزمة ودرجة قوتها والجهات الداعمة لها والمعارضة لها، وكذلك يحدد التكاليف المتوقعة لإدارتها والفوائد التي يمكن أن تحصل عليها الدولة في حالة نجاح إدارة الأزمة. وينتهي هذا المنهج بتوصيف الأزمة وعرض أبعادها وجوانبها والمراحل التي وصلت إليها والتداعيات التي قد تصل إليها مستقبلا. المنهج المقارن. يقوم هذا المنهج على أساس المقارنة بين الأزمات للاستفادة من الخبرات والتجارب المتعلقة بأزمة ما في إدارة أزمة أخرى ومعالجتها. ويمكن عقد هذه المقارنات بين أزمات تمت في الماضي في دولة ما مع أزمات تحدث حاليا في نفس الدولة، وكذلك يمكن عقد هذه المقارنات بين أزمات حدثت في الماضي أو في الحاضر في دولة أخرى مع الأزمة التي تقع حاليا في الدولة. والمقارنة وفق هذا المنهج قد يكون مقارنة زمانية تاريخية ومقارنة مكانية جغرافية، وقد تكون مقارنة نشاطية يتصل بالنشاط الذي حدثت به الأزمة، ومقارنة من حيث الحجم الذي بلغته الأزمة. ومن خلال المقارنة يتبين أوجه الاتفاق والاختلاف، ومن ثم يتم تجربة استخدام العلاج فيما اتفق ونجح في الماضي واستحداث علاج فيما اختلف في الحاضر. أدوات إدارة الأزمة الدولية: الآلية الدبلوماسية والآلية العسكرية، الآلية الاقتصادية، الآلية الاستخباراتية، والحرب النفسية. الآلية الدبلوماسية من أهم أدوات إدارة الأزمات وخاصة في وقت السلم هي الآلية الدبلوماسية، وتعرف بأنها عملية التمثيل والتفاوض بين الدول من خلال إدارتها للعلاقات الدولية. فالاتصال والتفاوض بين أطراف الأزمة ملحا كي لا تخرج مسار الأزمة عن إرادة الأطراف المعنية. فالحرص على وضوح الهدف وعلانية الموقف يعفي كل طرف من الوقوع ضحية الخطأ أو عدم التأكد ما المطلوب منه أن يفعله في الأزمة. وتتعدد استخدام الأساليب الدبلوماسية لأدوات الضغط الإكراهي الذي قد تلجأ إليه بعض الدول عند محاولة تحقيق مكاسب معينة، غير أنها لا تتمادى فيه كي لا ينعكس على مصالحها، وهو يتجسد في كل تحركاتها الضاغطة على الخصم ليقبل مطالبها. ويمكن للدولة كذلك أن تلجأ إلى ما يسمى أدوات التعايش التوفيقي الذي يشمل كافة إجراءاتها المعبرة عن رغبتها في تسوية الأزمة، فضلا عن الإشارة إلى المصلحة المشتركة لأطرافها في تجنب تفاقم الأزمة. ومزج الضغط الإكراهي والتعايش التوفيقي مزجا مرنا ومتزنا قد يسوي الأزمة الدولية ويحافظ على المصالح الحيوية للدولة. الآلية العسكرية. تعد القوى العسكرية هي الأداة الرئيسية لفرض الإرادة على الغير، ولكي تحقق دورها في إدارة الأزمات يجب أن يكون هناك استعداد كامل للدفاع عن أراضي الدولة ونظامها السياسي، وبالتالي لابد من دقة المعلومات وتكاملها لتوضيح مدى قدرة الدولة وأجهزتها على التجاوب والتنسيق مع القوى العسكرية في إدارة الأزمة. الآلية الاقتصادية. تعد القوى الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية على نحو خاص عامل من العوامل الهامة في إدارة العلاقات الدولية، فهي تمثل أداة مهمة في إدارة الأزمات الدولية، إذ يمكن التوصل من خلالها إلى فرض الإرادة ولا سيما على الدول النامية التي تحتاج إلى الدعم الاقتصادي الدائم. الآلية
الاستخباراتية لابد لإدارة الأزمات من أعمال الاستخبارات التي تتيح تحديد قدرات الخصم السياسية والاقتصادية والعسكرية، بل يمكنها كذلك إضعاف قدراته ودعم معارضيه وتخريب المرافق الخاصة به والمنشآت الحيوية، فضلا عن تأثيرها الكبير في الرأي العام لشعبه. الحرب النفسية. ساعد تطور وسائل الاتصال وأجهزة الإعلام وفعاليتها ودورها المؤثر على جعل الحرب النفسية أحد الأدوات الهامة في إدارة الأزمات الدولية. فالدعاية التي قد تسبق العمل العسكري وتمهد له وتؤهل المجتمع الدولي لتدبيره وإطفاء الشرعية عليه، بل تصاحب العمل الدبلوماسي أو الاقتصادي أيضا، وذلك لإثارة جبهة العدو الداخلية أو تكثيف الحملات الإعلامية لدفع الرأي العام إلى مناصرة موقف ما أو التشكيك فيه. استراتيجيات إدارة الأزمة الدولية: إنكار الأزمة وعدم إعلانها، تصعيد الأزمة، تفتيت الأزمة، تفريغ الأزمة من مضمونها. إنكار الأزمة وعدم إعلانها، وهذا الأسلوب تستخدمه غالبا الإدارات المتسلطة التي ترفض الاعتراف بوجود الأزمة وتسعى إلى عدم إعلانها، منكرة تماما حدوث أزمة، ومن خلال ذلك يمكنها السيطرة على الموقف. تصعيد الأزمة يلجأ إليها حينما تكون معالم الأزمة غير واضحة بسبب تعدد التكتلات عند تكوينها، ولإضعافها لابد من تصعيد الأزمة حتى تصل إلى مرحلة تعارض المصالح الذي ينجم عنه تفكك تكتلاتها، وغالبا ما يتبع هذا الأسلوب في الأزمات السياسية. تفريغ الأزمة من مضمونها: يجب أولا تحديد مضمون الأزمة، هل هذا المضمون سياسي اقتصادي أو اجتماعي، لتفرغها منه فتفقد هويتها وقوتها الدافعة. ويمكن تفريغ الأزمة من مضمونها إما بالتحالفات المؤقتة مع القوى المسببة لها، أو بالاعتراف الجزئي بالأزمة ثم إنكارها بعد ذلك. تفتيت الأزمة، وهو من أفضل الاستراتيجيات أو الأساليب للتعامل مع الأزمات الضخمة وشديدة القوة التي تنذر بأخطار عديدة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على المعرفة الكاملة بكافة القوى المسببة للأزمة وتحديد مصالحها المتعارضة ومنافعها المحتملة وتحالفاتها القائمة، وبالتالي التأثير في وحدة تلك التحالفات وتحويل الأزمة الأساسية إلى أزمات محدودة الحجم تفقدها ضغطها الذي كان موجودا في إطار التحالفات.